ألف مليون مبروك يا دكاترة تالتة إعدادي، إن شاء الله تكونوا دكاترة مستقبل بإذن الله، بشكركم كتير بجد. ويلا بينا كده نستعرض الطلبة والطالبات اللي بعتوا لنا وفرحونا بشهادتهم، ونبدأ بأول طالب معانا محمود أحمد عواد 246 محافظة القليوبية، هدخل ثانوي صح؟ آه إن شاء الله تدخل ثانوي يا حودة. شكرا يا مستر على مجهودك معانا طول السنة. طبعا محمود ده من اعتز ان هو كان طالب عندي السنة دي، من الطلبة اللي هي بتتميز بالأدب والأخلاق وكمان التفوق ما شاء الله عليه. ألف ألف مليون مبروك يا محمود، وإن شاء الله ربنا يوفقك وتدخل لنفسك فيه بإذن الله. وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالبة ملك أحمد عبد الله حافظ، جبت 257. ألف ألف مليون مبروك يا ملك، وإن شاء الله ربنا يوفقك وتدخل لنفسك فيه. وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالب أحمد محمد الشحات، وجبت 265، وشكرا يا أستاذ على كل المجهود اللي انت عملته معانا، زائد أنا من محافظة القليوبية. ألف ألف مليون مبروك يا أحمد. وأحمد محمد الشحات ده برضو من الطلبة اللي أنا اعتز إن كان طالب عندي السنة دي وأنا درست له السنة دي، وبرضو مش مجاملة، من الطلاب اللي بتتميز بالأدب والأخلاق العالية والتفوق والتميز بجد، كل كلام جميل هو يستاهله. ألف ألف مليون مبروك يا أحمد، وإن شاء الله ربنا يوفقك وتدخل اللي نفسك فيه. وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالب أحمد محمد فوزي أحمد 275.5 من 280، بتابعك من أولى إعدادي وما نقصتش أي درجة في العلوم، ومش باخد دروس خصوصية في العلوم، وبفتخر إنك أستاذي في العلوم. حبيبي أنا اللي فخر ليا والله إنك بتتابعني، وأتمنى تكمل شرح في منهج الثانوية لمادة الأحياء. بالفعل هو في منهج ثانوي أولى ثانوي موجود على القناة، وإن شاء الله هنطوره في السنين الجاية بإذن الله والسنة دي، فتابعنا يا أحمد. وألف ألف مليون مبروك يا حبيب قلبي، وربنا يوفقك وتخش اللي نفسك فيه وتبقى دكتور المستقبل بإذن الله. وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالبة إمام ممدوح 273 محافظة الجيزة، ما شاء الله يا أمان. ألف مليون مبروك يا أمان، وأحلى تحية لأهالينا في محافظة الجيزة. إن شاء الله تدخلي اللي نفسك فيه وتبقى دكتورة المستقبل بإذن الله. وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالبة ندى محمد، جبت 274 وفي العلوم 40 من 40، ما شاء الله. أيوة كده فرحونا كده. بتابع حضرتك من سنة تالتة، وشكرا على ان احنا استفدنا من معلومات حضرتك. انا من محافظة البحيرة، ربنا يجزيك كل خير يا رب، اللهم امين يا رب. الف الف مليون مبروك يا ندى محمد، ان شاء الله تكون دكتورة مستقبل بإذن الله وتدخلي اللي نفسك فيه وربنا يوفقك يا رب. واحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد، وتحية لأهالينا في محافظة البحيرة. الطالبة سلمى أحمد جمال، جابت 258. ألف ألف مليون مبروك يا سلمى، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالب زياد محمد فاروق 268 وفي العلوم 39، بتابع حضرتك من سنة أولى، ربنا يجازيك خير عنا ويبارك في حضرتك، اللهم أمين يا رب. ألف ألف مليون مبروك يا زياد، وإن شاء الله تكون من دكاترة المستقبل وتدخل اللي نفسك فيه وربنا يوفقك يا رب. وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالب محمد أدري 274.5 وجبت 40 من 40 في العلوم، ما شاء الله ما شاء الله. وبجد بشكر حضرتك جدا يا مستر، علشان أنا ما روحتش درس علوم في تالتة إعدادي خالص، وكل اعتمادي في المذاكرة كان على فيديوهات حضرتك، والحمد لله قفلت في الترمين. وبشكر حضرتك على مجهودك معانا من أول السنة. ألف ألف مليون مبروك يا محمد، وإن شاء الله تكون أحلى دكتور في المستقبل بإذن الله، وتخش لنفسك فيه وربنا يوفقك ويكرمك يا رب. وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالب ياسين إلهامي، الحمد لله ناقص 20 درجة في المجموع الكلي، ما شاء الله يا ياسين. ألف ألف مليون مبروك يا حبيب قلبي، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد.
الطالبة سما محمود محمد 270 محافظة الدقهلية، نقصت نصف درجة في العلوم. ما شاء الله يا سما، ألف ألف مليون مبروك، وإن شاء الله تكوني أحلى دكتورة في المستقبل بإذن الله، وتدخلي اللي أنت نفسك فيه وربنا يوفقك. وأحلى تحية لأهالينا في محافظة الدقهلية، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالبة روان الشامي محافظة الجيزة 40 من 40، يعني قفلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جبت 274.5، يعني 98%. بسم الله ما شاء الله، ألف ألف مليون مبروك يا روان الشامي، وإن شاء الله تكوني أحلى دكتورة في المستقبل. وتحياتنا لأهالينا في محافظة الجيزة، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالب أو الطالبة مش عارف، بلاك تيم 243، ألف ألف مليون مبروك، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالب محمد عبد الله 279، ما شاء الله، ألف ألف مليون مبروك يا محمد، وإن شاء الله تكون أحلى دكتور في المستقبل، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالبة حسناء عزة عبد الله محافظة القاهرة 271.5، ما شاء الله، ألف ألف مليون مبروك يا حسناء، وإن شاء الله تكوني أحلى دكتورة في المستقبل بإذن الله. وتحياتنا لأهالينا في محافظة القاهرة، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالبة مريم ناصر نور الدين المجموع 280 محافظة سوهاج، بسم الله ما شاء الله، 280 يعني مقفلة ما شاء الله عليك يا مريم، ألف ألف مليون مبروك، تريليون مبروك لأحلى دكتورة مريم في الدنيا، إن شاء الله تكوني أحلى دكتورة في المستقبل بإذن الله، وربنا يحقق لك اللي نفسك فيه، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. وتحياتنا لأهالينا في محافظة سوهاج. الطالبة إيمان شريف راتب، نتيجتي إن شاء الله، كلمة إن شاء الله بس تعديل كده، ما ينفعش نكتبها إنشاء كده، يعني إن لوحدها وشاء لوحدها، إن شاء الله 270، ما شاء الله يا إيمان، إن شاء الله تكوني أحلى دكتورة في المستقبل، وألف مليون مبروك، وتدخلي اللي نفسك فيه يا رب، وربنا يحقق لك اللي نفسك فيه وزيادة، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالبة حبيبة أشرف إبراهيم، نتيجتي 278.5، قفلت علوم ما شاء الله، ألف ألف مليون مبروك يا حبيبة أشرف، وإن شاء الله تكوني أحلى دكتورة في المستقبل بإذن الله، وربنا يا رب يحقق لك اللي نفسك فيه وزيادة، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. الطالبة شروق سعيد، نتيجتي 279، ألف ألف مليون مبروك يا شروق، وإن شاء الله تكوني أحلى دكتورة في المستقبل، وربنا يحقق لك اللي نفسك فيه وزيادة، وأحلى شهادة تقدير من مستر إبراهيم السيد. وبكده نكون خلصنا الطلاب والطلبة اللي بعتونا، ولباقي الطلبة اللي ما بعتولناش ألف ألف مليون مبروك ليكم، وإن شاء الله ربنا يرزقكم يا رب كده باللي نفسكم فيه، وتحققوا اللي نفسكم فيه وزيادة. وأحلى تحية من مستر إبراهيم السيد لطلبة جميع محافظات مصر اللي نجحوا في الشهادة الإعدادية، وما تنسوناش من دعوة حلوة. كان معكم مستر إبراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.